بسم الله الرحمن الرحيم. كما ترون هنا عندنا التركيب على التوالي، التركيب على التوازي. التركيب على التوالي، ها لدينا المصباحان مركبان على التوالي، يعني مرتبطان الواحد تلو الآخر، ولدينا حلقة واحدة. وإذا أتلف أحد المصابيح أو أزيل تصبح الدار مفتوحة وينطفئ الآخر. إذا أزيل هذا المصباح ينطفئ هذا والعكس صحيح. وفي التركيب على التوالي تكون جميع المصابيح إما مضيئة عند غلق الدار أو منطفئة عند فتحها. هنا لدينا التركيب على التوازي، لدينا مصباحان مركبين على التوازي، فيكون المصباحين مركبين على التوازي عندما نركب أحدهما بين مربطي الآخر. وإذا أتلف أحد المصباحين يستمر المصباح الثاني في الإضاءة. مثلا إذا أتلف هذا المصباح فهذا لا يؤثر على هذا المصباح. وللإشارة، جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية مركبة على التوازي، أيضا مصابيح السيارة وباقي الأجهزة الكهربائية والكثير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.